جيناكم اليوم بعرض جميل، عرض اقتصادي وشقة رائعة جدا، غرفتين وصالة في مجمع توكي الموجود في حي كاشوسو المعروف. شقة اقتصادية بمعنى السعر اقتصادي، وغرفتين وصالة في منطقة حيوية رائعة جدا. مجمع توكي معروف من المجمعات الجميلة والبنى فيها جيد، بالإضافة إلى أن الشقة اللي بنصورها اليوم مجددة تجديد كامل من أثاث وديكورات إجمالا. أشرح لكم المنطقة، منطقة كاشوسو ومجمع توكي في حي كاشوسو قريب من المستشفى القانوني العام. الخدمات اللي موجودة فيها سوبر ماركتات، بالإضافة إلى المستشفى أيضاً، الكافيهات، المطاعم، وأزد إلى ذلك أنه المجمع جاي على الشارع الرئيسي المؤدي إلى المستشفى. قرب الموقع من جواهر مول هذا يميزها أيضاً، بالإضافة إلى الساحل القريب، كل الخدمات قريبة من هذا الموقع. الخدمات الداخلية عندنا ألعاب أطفال، بالإضافة إلى سوبر ماركت داخل المجمع، مواقف للسيارات. الميزة الجديدة أنه واصل الغاز للمنطقة. تعالوا يا جماعة الخير نشوف إطلالة الشقة الجميلة، إطلالة بحرية، ونشوف مساحتها والداخلية الكاملة للشقة. تفضلوا معنا. وصلنا يا جماعة الخير الشقة، شقة غرفتين وصالة، مساحتها 90 متر مربع، الدور الأول. ميزة الشقة هذه يا جماعة الخير إنها شقة من الشقق الاقتصادية زي ما قلنا في بداية الفيديو، وحاليا أنا في صالة الشقة. الصالة نظامها نظام المطبخ الأمريكي، مفتوح على الصالة، حاطين فيه هنا كنب، وعندنا هنا وحدة تلفزيون، وعندنا المطبخ الأمريكي. والشيء المميز أنه إطلالة الصالة إطلالة على البحر مباشرة. مجمع توكي من المجمعات الحكومية المعروفة، أساساتها جيدة والبنى تبعها ممتاز. موجود أمامنا هنا دورة مياه يخدم الشقة ككل. دورة مياه مرتبة وجميلة، الأدوات الصحية المستخدمة فيها أيضا مع السيراميك، ألوانها متناسقة وجميلة. المروش مع الكلوزت والشفاطات اللي موجودة فيها شيء رائع. الشقة مجددة تجديد كامل، حتى لو تلاحظوا البوية، بالإضافة إلى الباركي، المطبخ، عندنا ديكورات سقف بنارات ليد مخفية، يعني كل شيء مجدد في الشقة. تعالوا مع بعض نشوف الغرفة الأولى. الغرفة الأولى يا جماعة الخير هنا حاطين فيه سريرين فردية مع الدولاب، سريرين فردية مع الكومودينا. إطلالة الغرفة هذه إطلالة خلفية على المجمع. مساحة الغرفة مناسبة جدا. بجوارها هنا عندنا الغرفة الثانية، غرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية سرير مزدوج، بالإضافة إلى الدولاب. حتى لو تلاحظوا أنه البوية مجددة ومرتبة ترتيب كامل. التدفئة المركزية عن طريق الغاز الطبيعي، الآونة الأخيرة
وصل أغلبية المجمعات في منطقة كاشستو الغاز الطبيعي. عندنا وحدات التدفئة موجودة، الصالة وغرفة النوم إطلالتها على البحر، مع أنه دور مدخل نقدر نقول دور أرضي، بس دور أرضي مرتفع يوحي إطلالة جميلة على الطبيعة وعلى البحر. أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه في مجمع توكي، مساحة 90 متر مربع. أرجوكم الفيديو نال على إعجابكم. بعد مشاهدة الفيديو الجميل لهذه الشقة، شوفنا تفاصيل الشقة كاملة. أرجوكم الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونا في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب برج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.